الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبحث الإنسان عن الأمن في كل جوانب حياته، وقد تغيرت نظرة الأمن في زماننا هذا لتشمل أمورا كثيرة، فأصبحنا نسمع عن الأمن الاقتصادي والأمن الفكري والأمن التربوي والأمن العاطفي، وكل ذلك من مطالب حياة الإنسان. فإذا أصلحنا جانبا من هذه الجوانب وتكدرت علينا جوانب أخرى، لن تستقر بذلك شؤون حياتنا. فمسيرة الإصلاح في حياة الإنسان يجب أن تشمل كل جوانب الحياة حتى يعيش في أمن وأمان واطمئنان. وإن من ضروريات حياتنا المعاصرة الأمن الاقتصادي، والأسرة في زماننا هذا تواجه في عالم التجارة والمال والاقتصاد الكثير والكثير من مخرجات الحياة المعاصرة، ولذلك يجب عليها أن تنتبه إلى منظومة الأمن الاقتصادي لتباشر حياتها على درجة من الطمأنينة والنظام والاقتصاد لتعيش حياة سعادة واطمئنان. إن الإنسان يرى أمامه الكثير والكثير مما لذ وطاب، مما يحتاج إليه أحيانا ومما لا يحتاج إليه، ونفسه تدعوه إلى كل هذه الأمور ليباشرها ويقتنيها، وربما يقلد الآخرين فيها. فتأتي هنا حسابات الأمن الاقتصادي لكي توقفه عند حده وتضع له السياج الذي يقيه ويحميه من مغبة الدخول في مخاطر الحمى المعاصرة والتي تسمى حمى الاستهلاك. الأمن الاقتصادي معناه أن يأخذ المسلم بروح الشريعة الإسلامية في متطلبات هذه الحياة الدنيا. ولذلك نجد بأن الفقهاء قد قسموا ذلك إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات أو كماليات. هذه المنظومة إذا حافظ الإنسان عليها وطبقها سيكون الأمن الاقتصادي حليفه وليدنه في هذه الحياة الدنيا. الضروريات يباشرها الإنسان لأنه لا غنى له عنها. الضروريات هي المقدمة في سلم أولويات المسلم، ثم بعد ذلك الحاجيات التي تساعد الإنسان على الحياة الكريمة الهانئة، ثم تأتي الكماليات والتحسينيات التي يباشر بها شيئا من أسباب الرفاهية والتمتع بخيرات هذه الحياة الدنيا. فلا يجوز له أن يراعي كمال أو تحسين على حساب الحاجيات، ولا يجوز له أن يراعي الحاجيات على حساب الضروريات. فبهذا السلم المنضبط يكتمل أو تكتمل لديه منظومة الأمن الاقتصادي. إننا اليوم عندما نرى حياة الناس وعبثهم بمنظومة الأمن الاقتصادي، نجد أن ذلك يعود إلى انسياق الكثير منهم أمام هجمات الدعاية والإعلان
التي تأتينا في زمن تأتي فيه مخرجات الصناعة المعاصرة ربما بالثانية لكل جديد، ولا ندري هل هو مفيد أو ليس بمفيد بين الحين والآخر بالنسبة للإنسان. ومن هنا على الإنسان المؤمن أن يرتب أولوياته وأن يحفظ لنفسه الأمن الاقتصادي. الحياة أيضا مليئة بالحوادث والملمات التي قد تطرأ على الإنسان، ملمات قد تطرأ على حياة الإنسان بين غمضة عين وانتباهتها، فإذا لم يكن مستعدا لها ومن منظومة الأمن الاقتصادي أعد لها العدة، سيقع في مغبة الضيق والنكد ويتزعزع استقراره في هذه الحياة. ولذلك أوجد الإسلام مبدأ الادخار لجانب الأمن الاقتصادي. فلسفة الادخار أن الإنسان عندما يرزقه الله سبحانه وتعالى فضلا ومنة منه دخلا في هذه الحياة، فإنه يباشر منظومته الاقتصادية على غرار ما ذكرنا من قواعد الشرع، ويجعل من ذلك نصيبا للادخار حتى يكون له موقع أو موطن أمان في هذا الجانب. فالعمل بالأسباب لا يقتضي أن ينفق الإنسان كل ما في يديه، وإلا أضاع منظومته الاقتصادية بين غبش التصور عن ما يراه أمامه من مخرجات التقنية المعاصرة. الأسرة عليها أن تعلم أن دخلها الاقتصادي أمانة بين يديها، توزعها على أسس منضبطة ومدروسة لا تخرج عنها ضمن سلم أولويات معها. ولذلك إذا طبقت ذلك لا نجدها أنها تنفق في وقت وتمسك في وقت آخر، كما نرى عند بعض الناس أنهم في بداية الدخل ينفقون ويشترون ويخرجون بأبنائهم، ثم إذا جاء نهاية مدة الدخل أو نهاية الشهر نجد أن كثيرا من هؤلاء لا يجدون شيئا من المال يباشرون به أولويات هذه الحياة. وهنا يتزعزع الأمن الاقتصادي لدى الناس. إن الأسرة التي تعي سلم أولوياتها هي التي تجعل لنفسها هامش أمان حتى لا تضيع الدمعة في معترك الدعاية والإعلان، وحتى لا يقع الإنسان في مغبة شهوة عارمة نفسية لمنتج من المنتجات، وإنما كل شيء عنده موزون بميزان دقيق يحافظ بذلك على أمن وأمان الأسرة الاقتصادي. وهذه النعمة التي أودعها الله عز وجل في قلب المؤمن هي الذي تحفظ له خير الدنيا والآخرة. فالمال أمانة لا يباشرها الإنسان إلا من منطلق عبوديته لله سبحانه وتعالى. إلى الملتقى أيها المشاهدون الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.